الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ أكيد. حضرتك بترجح كفة مين أكتر؟ هيلاري كلينتون أعتقد، لأنها تتميز بالعقلانية وبالهدوء وبالتحكم في الأعصاب وليس بالتهور كما هو موجود في هذا الرجل. والله أنا شايفة إن هي السيدة هيلين كلينتون، بما اني كان زوجها اصلا كان محب للعرب شويه، واحنا يعني متشوقين جدا للمحب للعرب واللي يتعاطف معانا شويه. الشيطان احسن ولا ابليس؟ الاثنين زي بعض، يعني الاثنين زي بعض. هو اللي حاصل هم سياسه مرسومه وبيحطوا له بدائل للمجلس الحكماء بتاع، يحطوا هو بياخد بقى الاصح دي بقى في تفكيره هو. اي رئيس امريكي سواء هيلاري او الثاني هم سياستهم واحده والاثنين عملة واحدة. طيب لو قلنا انت بترجح اني اكتر؟ والله هلاري عشان واحدة ست. يعني هي عشان ست فقط؟ يمكن تكون قلبها حنين. بالذات ما بحبش اتابعها لان هي كلها بتعمل ضد الاسلام وضد المسلمين وبتعمل لصالح الغرب وصالح اليهود بس. الاثنين زي بعض سياستهم واحدة، بيطبقوا سياسة واحدة. لو قلنا الأفضل، هو يعني سمعنا ترامب إن هو دلوقتي بيقول إن طلع إن كلينتون هي بتساعد داعش وبتساعد الطيارات الإرهابية كلها، وعين هو ما يجيبش الكلام من دماغه، وهو في نفس الوقت لو نجح برضه هو برضه ليه توجهات تانية، فإحنا مش فارقة معانا ده ولا ده. أنت بترجح مين أكتر؟ يعني كيلاري. ليه؟ يعني انا يعني شخصيا كده متفائل بيه، بس برضه مش ما عدتش اتفائل بحد، لان احنا كنا يعني اوباما احنا كنا من جزر يعني من اصول افريقيه وهيحس بالبلاد العربيه وبالمشاكل العربيه، بس للاسف ما كانش عنده حسن الظن يعني.